علاج اللدغة الصفراء انتقل حقيقة خلال فترة زمنية قصيرة تقريبا حوالي 15 إلى 20 سنة من ما في أي علاج إطلاقا للحالة إلى الآن علاج ناجح وناجح جدا وتقريبا وصل نجاحه إلى 95 إلى 98%. العلاج هو علاج جراحي، عملية جراحية يتم فيها ترميم الثقب ووضع فقاعة غاز داخل العين في نهاية العملية، وبنطلب من المريض أنه يعمل وضعية معينة يكون الوجه للأسفل لمدة حوالي 5 إلى 7 أيام بعد العملية، وهذا الشيء بيؤدي إلى عادة نجاح كتير كبير بإغلاق الثقوب وترميمه. طبعا هذا بنتج عنه كمان تحسن بالنظر، وعادة بيأخذ التحسن بالنظر حوالي 3 إلى 4 شهور ليظهر على المريض.